زين. ومن الأحاديث الواردة في فضل الصوم ما ورد في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: الصوم لي، الصوم لي وأنا أجزي به، وأنا رويته في خطبة في جمعة سابقة وقرأته بالألف المقصورة: الصوم لي وأنا أجزى به. وقال لي أحد فضلاء الحوزة والعلو الحاضر الآن جزاه الله خير إن هذا غير ممكن، وإنما احتمالات الحديث أجزي بالياء وفتح الألف أو أجزي بالياء وضم الألف، وأما أجزى مسير لأن الله تعالى غني عن العالمين لا يجزى بشيء جل جلاله، ما سبحان الله أنت تحشي لنفسك قوترة لاحظوا. وهذا معناه بوضوح أنه لم يقرأ، لاحظوا أنه لم يقرأ ما كتبته في فقه الأخلاق الجزء الأول عن هذا الحديث، حيث قلت هناك هكذا أقول هناك: هذا بينما نرى الصوم خاليا من أي طرف آخر، العبادات لها أطراف، المصلي يروه الناس، دافع الزكاة يأخذها الفقير والحاكم الشرعي، الخمس يأخذه الفقير والحاكم الشرعي، الصوم فقط لله سبحانه وتعالى، لا يراه أحد ولا يسمعه أحد ولا يلمسه أحد إطلاقا سبحان الله، خاليا من أي طرف آخر. ومن هنا يمكن أن يكون الصوم عبادة سرية عن كل البشر لا يطلع عليها إلا خالقها سبحانه وتعالى. وفعلا نجح الكثيرون ممن يودون كتم عباداتهم بالإصرار بهذه العبادة المباركة. ومن هنا ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. أما أن الصوم لله سبحانه فلأنه لماذا أصوم لي؟ أما أن الصوم لله سبحانه فلأنه يمكن أن يكون مكتوما لمن سواه أو عمن سواه كما عرفنا، فيتمحض لله عز وجل ويكون خاليا من الرياء والدوافع الدنيوية جميعا. وأما سائر العبادات فقد لا تكون لله أو لا تتمحض له عز وجل بالشكل التام المرضي له سبحانه وتعالى، لأن لها مظاهر خارجية، لأن لها مظاهرها الخارجية التي يمكن أن يطلع عليها الآخرون. صحيح إن الصوم يمكن أن يعلن كما أن الصلاة يمكن أن تكتم أو أي عبادة أخرى، إلا أن الأفضلية مع ذلك تبقى للصوم لأنه أسهل كتمانا من غيره الشكل، ولا يوجد فيه أي مظهر يمكن الإطلاع عليه. وأما قوله في الحديث القدسي وأنا أجزي به فقد نقرأه بالبناء على الفاعل أجزي، وقد نقرأه بالبناء على المفعول أو المبني للمجهول أجزى. وأما أما إذا بنيناه على المعلوم فيكون لهذه الفقرة عدة أساليب من الفهم نذكر بعضها. الأسلوب الأول أجزي، شلون أجزي الله؟ إن الله سبحانه يجزي على الصوم يعني يعطي الثواب عليه، وبهذا لا يفترق الصوم عن غيره من العبادات التي يعطي الله عليها أنواع المثوبة، ومعه تكون هذه الفقرة غير خاصة بالصوم، أنا أجزي به ويجزي على كل العبادات، ومعه تكون هذه الفقرة غير خاصة بالصوم، والفقرة الأولى خاصة به، الصوم لي خاصة بالصوم وأنا أجزي به عامة لكل العبادات، بناء على هذا الأسلوب من التفسير. الأسلوب الثاني: إن الله تعالى يستقل دون عباده وخلقه من الملائكة أو الأولياء أو غيرهم، يستقل بإعطاء الجزاء للعبد، للعبد الصائم لأن الحديث الصوم بإعطاء الجزاء للعبد، فبينما يكون جزاء العبد في سائر العبادات على الخلق وبواسطة الخلق فإنه يكون في الصوم على الله مباشرة: أنا أجزي به. وهذا يعني عدة أمور، منها كثرة العطاء طبعا لأن العطاء الوارد من الله سبحانه لا شك
هو أجزل من العطاء الوارد من المخلوقين، وإن انتسب ذلك أيضا إلى الله تعالى في نهاية المطاف، ومنها كتم العطاء عن الآخرين. فكما أن العبد، لاحظوا هذا قل ما يلتفت إليه، فكما أن العبد في الصوم العبد الصائم يعطي لربه عبادة مكتومة، كذلك الله يعطي لعبده ثوابا مكتوما عن الآخرين، وهذا فيه لذة للعبد معنوية لا يعرفها إلا ذوها. هذا إذا بنينا الفقرة في الحديث الشريف للفاعل المعلوم نقول أجزي، وأما إذا بنيناها للمجهول أجزى، فستكون المسألة ألطف وأعجب، لأن معنى قوله وأنا أجزى به أن الصوم بنفسه، أن الصوم بنفسه سيكون جزاء من العبد لربه على نعمه وإفضاله. والله سبحانه غني عن العالمين، لا يمكن أن يصل إليه النفع والجزاء من أحد، وإنما هو معنى مجازي يمثل أهمية الصوم إلى درجة تصلح أن تكون جزاء لله عز وجل بأزاء نعمه اللامتناهية وآلائه المتواترة المستمرة. ومن هنا نرى أن في الحديث تخفيما للصوم من جهة أخرى، وهي أن آلاء الله سبحانه وتعالى غير محدودة، فلا يمكن أن يكون جزاؤها عبادة محدودة مهما كانت صفتها، وإنما ذلك إعطاء التفخيم والأهمية للصوم إلى هذه الدرجة، إلى حد جعله كأنه عبادة غير محدودة، بحيث يوازي ويساوي النعم غير المحدودة لله سبحانه وتعالى. ولكن لا ينبغي أن ننسى أن ما جعله الحديث الشريف جزاء لنعم الله سبحانه ليس كل صوم بطبيعة الحال، بل الصوم من استحقاق المورد مهما كان عظيما، لأن الله عز وجل لا يمكن حقيقة أن تجازى آلاؤه أو تشكر نعماؤه أو يطاع حق طاعته أو يذكر حق ذكره كما ورد في الأخبار، وإنما وأما قول هذا الواحد من فضلاء الحوزة بأن أمر هذا اللفظ مردد بين فتح الهمزة وضمها أجزي وأجزي، فهو قابل للمناقشة. أجزي لا معنى له حبيبي، بل يتعين بالفتح أجزي لأنه من الثلاثي جزا يجزي، وأما الضم فلا يكون إلا بالرباعي أو المزيد كأدحرج وأطعم من دحرج وأطعم، ولم يرد المزيد من هذه المادة، فإنه يقال جزا ولا يقال أجزا، فيكون منه المضارع أجزي، وإنما يكون ذلك من الإجزاء لا من الجزاء، وهو معنى آخر أجنبي عن المقصود في الحديث قطعا.